مره ثانيه. رغم صغر سن الثنائي لكن السيره الذاتيه قويه ما شاء الله، واستخدام السيره الذاتيه دي علشان خدمه الكره المصريه اكيد امر مهم جدا، خصوصا لما تتمتع به هذه الرياضه بين شعبيه هائله. الشعبيه دي ممكن تكون سلاح ذو حدين، سلاح يخليك دايما في القمه ودايما تحت الاضواء بشكل كويس، ولكن هي في نفس الوقت بتسلط الضوء جدا على السلبيات اللي ممكن كمان تضخمها فتخليك دايما بسلاح اخر غير ايجابي بكل تاكيد. فكيف سيقدم الثنائي الجديد في مستوى الكره المصريه على مستوى اداره الكره المصريه الاداء والمنتظر وتطوير الكره المصريه في اول ظهور للاثنين؟ الضيفين الكريمين منورين النهارده، محمد الشواربي عضو اللجنه الثلاثيه المدير لاتحاد الكره المصري، اهلا بيك استاذ محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ كله تمام، منور الدنيا كلها ومبسوط بوجودك معايا. وانا كمان ميرسي، ومبروك الجرافيكس الجديده. شكرا. الجديد مبروك. قلنا بما انكم لسه اول ضيفين في السيزون الجديد نبدا معاكم الجرافيكس الجديده. منورين. وايضا الاستاذ احمد حسام عوض، عضو اللجنه الثلاثيه المديره لاتحاد الكره المصري. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك. يعني اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير. تمام الحمد لله. مبسوط ان انتم منورينا النهارده، واكيد في ملفات كتيره ممكن نتكلم مع بعض عنها، لكن انا هبدا معاكم بقصه يعني انه الناس ما كانتش عارفه الاسم على مستوى النجوميه، لكن الناس عارفه اللي عملوا الاسمين احمد حسام عوض واللي عمله محمد الشواربي. هبدا معاك شواربي، ناس عارفاك كاسم في اتحاد الكره الافريقي على مستوى البطولات، بيشوفوك في الملاعب، بيشوفوك قبل ماتشات الاهلي، قبل ماتشات الزمالك، لكن مش عارفين قوي القصه من جوه. خلينا نتكلم شويه الاول على بدايات محمد الشواربي على مستوى الكره المصريه والافريقيه. اوكي، انا في الاول كنت في مدرسه في الجزويت، وبعد كده دخلت الجامعه درست ماركتنج وادفرتايزنج، وبعد كده بدات من وانا في الجامعه كان بعثات افريقيه بتيجي سواء منتخب مصر او الانديه كانوا بيدوروا على ناس بيتكلموا فرنساوي. دي البدايه من بدري خالص. تمام. ازاي بدايه دخول المجال يعني. أي. بعد كده اتخرجت من الجامعه لقيت فرصه في الكاف والحمد لله تم تعييني. اول حاجه تعينت فيها في الكاف كانت ايه؟ مساعد في الانديه، مساعد مدير الكونفدراليه والتشامبيونز ليج. تمام. وبعد كده بقى بدا التدرج في المناصب هناك. بالظبط، من بعديها لمدير الانديه. كان عندنا كان انا وزميلي استاذ اسماعيل والي. كان كل واحد ماسك بطوله. يعني سنه حد يمسك الدوري الابطال، سنه حد يمسك الكونفدراليه. لغايه ما مع الوقت خدنا يعني كنا بنشتغلنا في بطولات شباب، بطولات تحت 23 سنه، جميع الاعمار يعني. بعد كده يعني مسكنا في نفس الوقت برضه منتخبات. تمام. فمسكنا يعني بطولات الانديه والمنتخبات. بالظبط كده. كانت احيانا بتحصل تغييرات كتير قوي في المواعيد وما بنبقاش عارفين، متاكد وانت بتدي الميعاد. القصه كانت بتبقى متعبه قوي بالنسبه لنا، فاكيد بتبقى متعبه بالنسبه لكم وانتم شغالين عليها برضه. هي المساله كلها يعني تنظيميه. حضرتك عارف في يعني في حاجات لوجستيكيه، في يعني في حاجات بخصوص سفر الفرق، في حاجات امنيه، في حاجات خارج عن ارادتنا يعني. فبس احنا في الاول وفي الاخر المصلحه العامه للانديه يعني. ده اللي بنحاول نعمله، حتى لو في تاخير في اي قرار. فده بياخد دراسه كتيره جدا عشان نحاول ما يبقاش في اذى او ضرر على اي من الطرفين. احمد، بعد ما برحب بيك مره ثانيه، ازاي بدات العمل في مجال الرياضه وتحديدا كره القدم؟ انت مش بس كره القدم، انت كمان اشتغلت في اكتر من مؤسسه، اهمهم يمكن الاهلي على مستوى الفترات الماضيه. فازاي بدات لحد ما وصلت لاتحاد الكره المصري؟ كانت البدايه تقريبا اخر 2017 اول 2018. تم اختياري الاول مقرر للجنه شباب النادي الاهلي. كان اعلن النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي عن انترفيوهات لكل اللجان. يمكن انا الحمد لله كان تم اختياري مباشره مجلس اداره النادي الاهلي لاكون مقرر لجنه الشباب. بعدها في 2020 تم تصعيدي لاني اكون رئيس لجنه الشباب في النادي الاهلي. في الفتره دي قررت ان انا يعني اتعلم بقى شويه، اتعمق في المجال. فقررت قعدت ادور عن المؤسسات الرياضيه اللي بره، التعليميه الرياضيه اللي بره، ازاي اقدر اطور نفسي في المجال. فانا تخصصي الدراسي ماركتنج. ايوه، تسويق. فتسويق. فقررت ان انا اتعلم كمان التسويق الرياضي. فاخترت مؤسسه يوهان كرويف، هي واحده من اكبر المؤسسات التعليميه الرياضيه يعني في اوروبا. خدت منها، درست التسويق الرياضي. بعد كده كلفت بأكون اني مساعد رئيس لجنه البروتوكول المتطوعين في بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه.
ومن خلال بقى لجنة العمل في لجنة الشباب عملنا بروجكتس كتير جدا، خلتني خدت خبرة كويسة جدا جدا، وان شاء الله كمان بعد انتهاء تكلفنا في اللجنة الثلاثية ناوي بإذن الله ان احنا نكمل دراسة ونطور اكتر بإذن الله. ممتاز. طيب انا هبدأ معكم بكيف جاء التعيين، يعني ازاي بلغ محمد الشواربي بانه هيكون عضو في اللجنة الثلاثية في وقت كان الموضوع حتى الموضوع جه مفاجئ عند الناس، لجنة خماسية فجأة بقت ثلاثية بأفراد جدد بيقودهم أحمد مجاهد، ازاي تم تعيينك او ازاي تم الاتفاق معاك انك تبقى موجود في اللجنة؟ حضرتك هو كان مفاجأة لينا برضو، يعني كان مهندس احمد مجاهد كان كلمنا بالليل بعد كده طلب مني السي في، بعد كده لقيته بيقول لي معلش عايزك تيجي تاني يوم الصبح عشان نقابل في نقابل ناس من فيفا. فروحت انا اتفاجئت يعني بكل حاجه، فروحنا قابلنا. اصلا علاقتك بالمهندس احمد مجاهد قائمه من فتره طويله من خلال تواجدك في الاتحاد الافريقي، من ايام الاتحاد الافريقي طبعا عشان بيبقى في تواصل مع جميع الاتحادات القاريه. وبعد ما سبت الاتحاد الافريقي كان مهندس احمد مجاهد كان طلبني اول واحد كان يشوف وقت الكاس الامم الافريقيه في مصر في 2019، كان يعني كان طلب مني لو اقدر اجي اساعد اتعاون ومساعد، قلت له طبعا من غير تفكير. كنت ساعتها مش في مصر، فجيت خدت اجازه شهر من شغلي ويعني وساعدت في تنظيم البطوله، فطبعا علاقه طويله سنين جدا طويله جدا مع مهندس احمد مجاهد. بس جيت ثاني يوم كان انا واحمد وقابلنا فيرون من الفيفا. ايوه هو اللي هو كان بيتابع طول الوقت مع الاتحاد المصري، هو مدير الاتحادات في العالم كله. أيوة. في الفيفا تمام. فقعدنا معاه بيتكلم معانا ويسالنا الاسئله ويعني وبعد كده يعني تم ابلاغنا بالموضوع. تمام. وانت في ساعتها قابلته ولا حسيت المهمه ممكن تقابل بموافقه او رفض، يعني فكرت فيها؟ ما يعني ما ترددتش ان اي حاجه اقدر اساعد بيها يعني مصر واتحاد الكوره ان احنا نعدي من فتره النورماليزيشن كوميتي او لجنه تيسير الاعمال. ايوه نرجع بقى للمسار الطبيعي. ما ترددتش عشان الموضوع كان بقاله فتره طويله، فما لقيت عرض عليا قلت له يلا وذ بليجر. يعني وانت يا احمد ازاي تلقيت الدعوه او القرار وازاي خدت انت القرار بالموافقه؟ طبعا في الاول كانت مفاجاه كبيره، برضو جالي تليفون من المهندس احمد مجاهد بالليل قال لي انا عاوز السي في بتاعك دلوقتي. فانا حتى ما كنتش عارف هو في ايه يعني، فبعت له كلمني قال انا عاوزك بكره عندنا مقابله. حتى كان اول يوم اقابل فيه محمد الشواربي. كانت اول لقاء بينكم اول أصلاً. لقاء تعرفوا بعض يعني. كنا اول مره نتقابل، قعدنا مع فيرون اتكلمنا ودردشنا وقال لنا انه احنا بنفكر في ان احنا نعمل نورماليزيشن كوميتي جديده لحين اجراء الانتخابات وان انتم مهمتكم كذا كذا. الحقيقه طبعا على قد ما هي مسؤوليه كبيره جدا على قد ما هو شرف لاي حد ان هو يخدم مصر واتحاد الكره المصري. وغير كده وكده انا تجربه الشباب في الكوميتي دي اعتقد ان هي كانت تستاهل ان احنا نحارب ونذاكر ونجتهد ان احنا ان شاء الله بعد انتهاء مدتنا الناس تقول لنا انتوا عملتوا حاجه محترمه يعني ان شاء الله. انتوا اكيد عارفين انه الدنيا مش سهله خالص على مستوى النقد وعلى مستوى متابعه الاحداث والقرارات وبالتالي انتقاد القرارات، متاهبين لحاجه زي دي؟ انا متفاهم جدا طبيعه العمل في الاتحاد المصري لكره القدم يعني. الانتقاد الموضوعي اهلا وسهلا بيه، بنسمعه اكيد بيؤخذ في الاعتبار. التجاوز وتصفيه الحسابات او ما الى ذلك انا يعني احنا واخدين قرار من اول يوم احنا جايين نشتغل بنعمل اللي احنا شايفينه صح، قد نصيب وقد نخطئ اكيد، ولكن احنا بنشوف الـ 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 الصالح العام لصالح الانديه لصالح الرياضه المصريه، وبناء عليه بنبقى راضيين جدا عن قراراتنا. وفي الاخر انت في تجربه مش النهارده ولا بكره، انت عندك مده معينه هتخلص فيها وبعد انتهاء التجربه هنحكم. وبقول تاني ان انا وشواربي يمكن عندنا تحدي ان احنا نثبت ان في كوادر شبابيه تقدر تقود ويبقى ليها دور مهم في الرياضه المصريه ان شاء الله. هاخد من النقطه الاخيره واروح لك يا شواربي، لانه اول انتقاد اتوجه ليكم انتوا الاثنين وهو هم مين دول؟ دول كام سنه؟ ده ما خلصش عشرينات، ده لسه في اول الثلاثينات. هو بأمارة ايه يمسك اتحاد الكره المصري اللي بيحتفل بمئويته كمان كام يوم؟ فانتوا اتخبطتوا بالنقد ده يوم 19 ديسمبر، انتوا تعينتوا 18 يوم 19 كل اغلب البرامج اتكلمت في القصه دي. ازاي انت واجهت ده يا شواربي؟ يعني ده تمن بيجي مع مسؤوليه كبيره فده طبيعي. بس يعني انا في حياتي طول عمري مع يعني الاتحاد الافريقي انا عندي يعني ده اللي اتاسسنا عليه، انا متعود شغلي
وكل ما هو اعلامي في اداره اعلاميه بتتولى كل الموضوع، الصحافه بالنقد بكل حاجه. فانا متعود بنفس التاسيس ده، انا مكمل، انا بعمل شغلي طبيعي، هيبقى فيه هجوم في كل حاجه ما فيش مشكله، بس الواحد بيعمل شغله على اعلى مستوى على قد ما يقدر. وفي الاول وفي الاخر التوفيق من عند ربنا، الهجوم طبيعي هيبقى موجود في كل حته، ما نقدرش يعني دي حاجه ما نقدرش نعملها. صح. فيعني بصدر رحب جدا ما نتقبل كل الهجوم سلبي او ايجابي، ونكمل على التراك بتاعنا على قد ما نقدر باذن الله. ربنا يوفقكم. احمد حسام عوض نجل البرلماني السابق رحمه الله عليه. حسام عوض، نقطه مهمه جدا اتكلمت عليها، قصه تصفيه الحسابات. احنا بنتقبل النقد، لكن حاجه ليها علاقه بتصفيه الحسابات ما بنتفكرش فيها وبنمشي في طريقنا عادي. الناس اصلا وجهت للجنه الثلاثيه في بدايه شغلها، انتوا جايين تصفوا حسابات، انتوا جايين تهدوا اللي اتعمل من اللي قبلكم عشان يتقال احنا اللي بنعمل. ففي امثله اتقالت على كده، لكن ده نموذج هبدا معاك بيه. ازاي شفت الانتقاد ده، وهل في بعض الدقه؟ الكلام ده طبعا كلام غير صحيح تماما تماما. احنا زي ما قلت لك احنا جايين نشتغل. خليني كمان اوجه الشكر للجنه الخماسيه، اشتغلت واجتهدت وواجهت صعوبات كتير، عملوا اللي قدروا عليه واكتر. ليهم نجاحات وحاجات اكيد لازم يشكروا عليها. ايه النجاحات اللي عملوها؟ لا حاجات كتير يعني. انت اصلا فكره استكمال المسابقه في حد ذاتها كان تحدي كبير جدا. عندك ادخال الفار، ده كان تحدي كبير جدا. اخراج البطوله او الشكل بشكل ما انتقدنا شويه، انا بكلمك بشكل كمشجع بقى بره موقع مسؤوليه يعني، كنا بننتقد شويه، كنا بنثني شويه، لكن في الاخر لازم ندي الناس دي حقها، واشتغلوا وتعبوا واجتهدوا. وبالتالي ما فيش ابدا ابدا، حتى لو فكرت من مصلحتنا الشخصيه ان انا جاي اخلص على شغل حد او ان انا الغي شغل حد، بالعكس انا جاي اضيف وجاي اكمل. وجاي اثبت زي ما قلت لك ان في كوادر موجوده جايه تشتغل وجايه تعمل حاجه. وبالتالي بعد انتهاء التجربه اعتقد ان شاء الله ربنا يعني يوفقنا والناس تشوف احنا ان احنا عملنا حاجه مختلفه باذن الله. شواربي، اول ما جيتوا الحاجات اللي عملتها لجنه الخماسيه، اللوجو بتاع الاتحاد او بتاع الدوري المصري، الكره الموحده، الفار، اتنين اتلغوا والتالته اتقال ان هي هتتلغي، فدي تصفيه حسابات في نظر الناس. في نظر الناس بس يعني، لكن في الواقع بيقول ايه؟ حضرتك في يعني في لجان بعد كده يعني هنتكلم برضه بتفصيل على الفار وكده، بس احنا في اجراءات قانونيه. حضرتك خلي بالك احنا الفيفا على طول على راسنا، كل يوم بتليفونات بايميلات بمسجات، فهم يعني ماشيين حاجه حاجه ما بيسيبوناش، عايزين يتاكدوا ان احنا كل الشغل ماشي على اكمل وجه. واحنا داخليا في الاتحاد في مسار قانوني لازم بيمشي، فبنتاكد كل هل ده ماشي اجراء قانوني. تمام. اوكي، ايه المشاكل اللي فيها نصلحها ولا لا، وهنتكلم بالتفاصيل بعد كده، بس اهم حاجه الاجراء ماشي مظبوط سليم. مش بنعيب في حد او كده، كلنا ممكن نخطا، بس بنتاكد ان الموضوع يمشي صح 100%، ولو في غلطات ايه احسن طرق ان احنا نصلحها. مش جايين ولا نهد ولا ندمر حاجه ولا نلغي بطوله ولا فرقه ولا اي حاجه زي طبعا ما بيتقال، بس وده هنتكلم عليه بالتفصيل. مفيش مشكلة إذا أردنا التوضيح نكلم. يعني مثلا هل موضوع أن في كرة موحدة والناس احتفلت، وأنا كنت من المحتفلين بأن في كرة للدوري المصري، كان فيها إجراء غير صحيح عشان كده أنتوا لغيتوها، ولا كانت إيه القصة؟ حاليا بيتم دراسة كل الملف والموضوع تمام هيكمل. الموضوع لو في مشاكل هنشوف بقى مشاكلها فين، هنصلحها فين، هل هي قانونيه، هل هي في العقود، هل هي ماليه، وبناء عليها هنكمل الموضوع. يعني ما اتلغتش اصلا الكره الموحده حتى الان؟ لا لسه بيتم دراسه الموضوع، حتى الان ما اتلغتش. لكن الاعلان لما تم عن كده ما كانش ان هي حصل، كان مجرد ان احنا بندرس القصه هتبقى عامله ازاي بالظبط. وبالنسبه لللوجو، المشكله كانت على برضو مستوى الشكل القانوني، ولا على مستوى انه مين اللي ليه الحق انه يعمل اللوجو للدوري المصري، بعيدا عن اتفاقنا او اختلافنا على شكله عاجبنا ولا مش عاجبنا، بنتكلم على الكونسبت نفسه. ده برضو ملف من الملفات اللي هي جاري داخليا بنفحصها، وبرضو اول ما الموضوع يتم لنهايته هنعلن بيه بكل شفافيه. لكن هيكون في لوجو للدوري المصري؟ هو لوجو الدوري المصري اللي تم الاعلان عنه حاليا لم يتخذ قرار بشانه. تمام. لسه بندرس الموضوع.
هيتم الإعلان عنه من خلال البلاتفورمز بتاعت الاتحاد المصري. لكن الكلام عن إلغاء 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 زي برضو كان منها إن اللجنة الثلاثية عاوزة تلغي الفار. كلام كان غريب جدا للأسف وكلام غير صحيح. يعني هنقعد نتكلم طبعا. ده هو السؤال اللي جاي على طول. بعد ما نخلص من الكورة واللوجو باعتبارهم أبسط شوية من الفار يعني. لا في حاجات كتير قوي أهم إن احنا نتكلم في اللوجو. احنا دلوقتي الأساس يعني في حاجات كتير مهمة جدا الأساس بتاعها. ده الأسباب اللي الفيفا عينتنا فيها. عندنا ثلاثة ريسبونسبيلتيز أساسية منهم تيسير أعمال الاتحاد. إن هو الشكل اليومي اللي هو دوري كاس بالزبط. شكاوى لاعبين شؤون أندية بالزبط. وغيرها بالزبط. تسيير الأعمال بشكل يومي بالظبط كده. وتاني حاجة اللايحة نهاية من اللايحة بعد الجمعية العمومية اللي كانت حصلت في 30 نوفمبر وتتبعت للفيفا والإجراء بتاعها. وتالت حاجة ودي الانتخابات. عمل الانتخابات واحنا نبقى زي لجنة انتخابية تنظيم الانتخابات. ممتاز. نتكلم في نقطة من التلات حاجات دي لكن هبدأ بآخر حاجة الانتخابات. في انتخابات مبدئيا ولا انتوا شغالين على ان في انتخابات الى ان يصدر قرار فيه ولا ما فيش؟ بص حضرتك الاول في قرار من الدوله طبعا لازم نحترمه. فاللي احنا بنعمله دلوقتي بنعمل موائمه تمام بين القرارات ورغبه الفيفا مع قرارات ورغبه الدوله. فاحنا عشان احنا طبعا اتحاد الكوره بيخضع للاتحاد الدولي. بس طبعا احنا عندنا الدوله المصريه لازم نلتزم بقراراتها بكل حاجه. تمام. فاحنا بنعمله موائمه فبنعمل تقارير يوميه للفيفا الموضوع 1 2 3 4 وبنشرح لهم الموضوع بكل بساطه. وانتوا من خلال الفتره اللي عدت اللي هي ممكن يكون اسبوعين او ثلاث اسابيع مثلا حاسين ان الانتخابات قريبه ولا حاسين ان الانتخابات ممكن تطول؟ لا. شويه مدتها. هو ما فيش حاسين او مش حاسين. انت بتشتغل بتقدم الريبورتس للفيفا بالمستجدات. انت في النهايه في دوله ليها سيادتها وليها احترام قراراتها اكيد. زي ما شواربي قال انت بتحاول تعمل موائمه ما بين الاتحاد الدولي اللي انت في النهايه بتخضع له وما بين قرارات الدوله اللي انت فيها. حتى الان لا ما اقدرش اقول فيه ولا ما فيش. الكلام في الاخر القرار لسه مش واضح. بس انت بتشتغل شغلك اليومي. تمام. بتقدم المطلوب منك وفي الاخر احنا بنحترم اي قرار. وزير الشباب والرياضه نفسه الدكتور اشرف صبحي من شويه مع الزميل احمد موسى كان قال انه يبدو ان الاقرب هو ان الانتخابات يتم تاجيلها لمده 6 اشهر اخرى. لكن في اطار شغلكم في القصه دي يا شواربي هل انتوا اعلنتوا مثلا موعد معين مبدئي لفتح باب الترشح للانتخابات باعتبارها ان هي ممكن تتعمل وممكن لا؟ احنا عملنا التقرير مقترح. تمام. لدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه. وده مقترح. وطبعا مقترح عشان يقبل او يقبل طبعا. تمام. من اجل الموائمه مع الاتحاد الدولي. تمام. يعني قلنا له الاتحاد الدولي بينص 1 2 3 4 هم طالبين الاتي وشرحنا مقترح مبسط مع اخذ كل الاجراءات الاحترازيه طبعا. وكان مقترح ان الانتخابات تاخد اجمالي ساعه زمن. تمام. مع الالتزام بالتباعد وفي يوم واحد كل الانديه. يعني شكلها هيكون عامل ازاي الاجراءات الوقائيه اللي هي بتضمن ليكم ان انتوا تعملوا الانتخابات وفي نفس الوقت تحافظوا على اي التباعد يعني او الاجراءات؟ المقترح كان 5 لجان يعني 5 لجان 5 صناديق. في مكان الاول يعني مكان اللي هو نفسه اللي هيحط فيه الاصوات وبعد كده كل ممثل من الانديه هيطلع هيحط صوته ويطلع بره هيبقى فيه زي خيمه وشاشه عرض كبيره جدا. تمام. مع كافه مع المساحات طبعا. تمام. احترام كل الاجراءات الاحترازيه. فين في اي مقر؟ احنا كان تم الاقتراح برضو هذا مجرد اقتراح طبعا. مركز المنتخبات. تمام. والاقتراح ده قدم بالفعل للوزاره لوزاره الشباب والرياضه بتوقيت معين في تاريخ معين حددتوه مقترحينه برضو؟ احنا بعتنا ويعني الملف دلوقتي في الوزاره. ايه هو التاريخ ولا مش احنا كده نهايه المفروض اللي كنا جايين عليه اخر يناير تمام اخر يناير. اضيف بس على كلام شواربي احنا الجمعيه 96 نادي هم اللي ليهم حق التصويت. تمام. وكان المقترح برضو اضافه للي قاله جمعيه عموميه غير عاديه على بند واحد هو بند الانتخاب لل 96 نادي بالاجراءات اللي شوار بيتكلم فيها. هل هيقبل او هيرفض او بيتم مناقشته دي حاجه يعني لسه احنا في انتظار القرار وفي الاخر احنا نحترم اي قرار زي ما تمام. اللائحه نفسها هل حصل فيها تعديلات؟ حصل عما كان موجودا قبل ما تتولوا المسؤوليه حصل مراجعه لصياغه اللائحه من لجنه يعني مفوضه من الجمعيه العموميه
يعني في الاخر دي رغبه انديه، اللائحه احنا راجعنا صياغتها فقط، لكن احنا ما غيرناش حاجه في الاخر. تمام. اللي عمل اللائحه واللي غير فيها هي رغبه الانديه مش احنا. برضه من النقط المهمه اللي اتقال فيها كلام احنا غيرنا فيها تعديلات ومش عارف ايه، انتوا ما عدلتوش اي حاجه، واللي بيعدل اللي بيعدل الجمعيه العموميه. تمام. في الاخر رغبه الانديه هي اللي هل حصل اي رغبه بان يحصل تعديل من جانب الانديه؟ بلغوكم بحاجه شبه كده؟ لا، كانت الحقيقه اللي كان الملف ده كان مهندس احمد مجاهد هو اللي كان حاضره مع مندوبين الانديه. لكن اعتقد ان هي كانت حاجات بسيطه جدا، يعني ما تشكلش فارق، ويمكن حاجات في الصياغات كمان فقط. حاجات في الصياغات. هو طيب. تم سوري هو تم يعني في الجمعيه العموميه هم اقترحوا لجنه للصياغه، لجنه صياغه اي مظبوط، ده كان موجود في وقت ده اللي هم عملوه بالظبط، ده اللي حصل، ده القرار اللي كان اتخذ في الجمعيه العموميه في 30 نوفمبر مظبوط، في 8 يعني في اخر نوفمبر. فبعد كده احنا ما جينا نفس اللجنه اللي هم قرروها، هم جم قعدوا واتاكدوا من الصياغه. تمام. وبس وتم وانتهوا يعني من الشغل، اتاكدوا من الحاجات وكل واحد طبعا واتبعتت وقررت ده، هما كده خلصوا. احنا بقى بنشوف بقى الفيفا ماشيين كل يوم عن يوم مع الانستراكشنز بتاعت الفيفا. ممتاز. هسالكم بشكل شخصي يعني كعضوين في اللجنه الثلاثيه، الافضل ليكم تخلصوا اخر يناير مع موعد المقترح مبدئيا، ولا ان يتم المد علشان الناس تشوف شغلكم اكتر؟ ايه الانسب؟ هسأل والسؤال موجه ليكم انتوا الاثنين، اتفضل شباب. رايي الشخصي، احنا دلوقتي احنا داخلين على سنه ونص في اتحاد كرة عمره ما كان، يعني اتحاد الكرة المصري يعني ده رأيي الشخصي لا يليق ان احنا نبقى لجنة تيسير اعمال او لجنة مؤقتة او اسمها نورماليزيشن كوميتي. بيسميها دايما المهندس احمد مجاهد لجنة تطبيع، باعتبار ان كلمة تطبيع دي حاجة وحشة يا جماعة. بالظبط، هي عشان جاية من نورمال ودي نورماليزيشن، فهو عايز لجنة بترجع الامور لطبيعتها، فهي لجنة مؤقتة. اول مداخلة بيني وبينه لما تولى المسؤولية، وطول الوقت لما كنت بستضيفه كان بينتقد اللجنة الخماسية بكلمة دي لجنة تطبيع، فاول ما بدأ معايا المداخلة لما مسك اللجنة فقال لي لجنة تطبيع، قلت له كويس ما غيرتش كلامك يعني. بس هو ده يعني ده الترجمة الحرفية بتاعت الموضوع. فاحنا يعني عندي مدة، فالانسب ان يبقى في انتخابات ودي دلوقتي. دي السنه المئويه بتاعت اتحاد الكره المصري. فطبعا يعني مش هتبقى حاجه حلوه ان احنا بنحتفل ب 100 سنه لاتحاد الكره المصري واحنا بلجنه لجنه تطبيع. مفهوم مفهوم. بالنسبه لك انت هتكلم عن رغبتي الشخصيه. ايوه الشخصيه، بعيدا عن كوني احد اعضاء اللجنه الثلاثيه. الرغبه الشخصيه اعتقد انه اكيد من الافضل للكرة المصرية ان يديرها مجلس منتخب. ولكن في الاخر انت في وضع تحترم اي قرار هيجي لك. زي ما قلت لك هو اللي بيحصل حاليا موائمة ما بين قرار الفيفا وقانون الدولة وسيادتها، وده ما عليهوش خلاف. تمام. لكن اكيد رغبة شخصية بعيدة على الكلمة انه اكيد الافضل لادارة الكرة المصرية هو مجلس منتخب. مجلس يكون منتخبا، لكن في النهاية القرار انتوا في انتظاره طبعا وشغالين عليه. طيب نمسك نقطة نقطة بقى من الحاجات اللي هي الجماهيرية شوية. الفار هيتلغي. اللجنة الثلاثية جاية تقضي على الفار اللي انتوا يا مصريين فرحتوا بيه ومش عايزينكم تفرحوا كتير، لان احنا جايين نمشيه ونشيله والاخطاء هترجع والحكم ياخد القرار وانت ونصيبك بقى كان صح ولا غلط. طب ليه هتلغوه؟ هتلغوا الفار؟ لا، الكلام ده غلط تماما. وما اعرفش مدى يعني ما اعرفش حصل حاله جدال حوالين اللجنه الثلاثيه جايه تلغي الفار والناس يعني مشيت في الاتجاه ده، الكلام ده غير صحيح. اللجنه الخماسيه مشكوره، بذلت مجهود كبير جدا في قصه ان هي تدخل الفار، وكان اكيد خطوه ايجابيه لصالح الكره المصريه، ما فيش خلاف على ده وما فيش حد يقدر يجادل في ده. تمام. اللي حصل باختصار شديد ان احنا لما تولينا المسؤوليه كان يمكن من ثالث رابع يوم حصل ميتنج مع احد مسؤولي الشركه المنفذه لتقنيه الفار. تمام. وكان بيطلب فيه بعض من المستحقات وحقه يعني مفيش مشكله. باك جراوند كده سريعه، نقطه انه المهندس احمد مجاهد نفسه لما استضفته من فتره طويله كان بيتكلم ان الفار فيه مصايب، قال لي التقنيه الفار فيها مصايب كوارث، قلت له ايه؟ قال لي كوارث ومش لازم احكي. فانتوا اكيد رجعتوا فشفتوا حاجه يعني ففهمونا. مش عايز اقول كوارث، خليني اقول الوضع اللي احنا فيه حاليا، انه لما الشركه جت تطالب بعض من مستحقاتها فوجئنا انه تقريبا 200,000 دولار تقريبا مستحقاتها، كان في حدود يعني قرب ال 5 مليون تقريبا. تمام. 4.5 حاجه زي كده.
فوجئنا انه العقود حتى الان مش ممضيه. تمام. طيب الشركه شغاله ازاي؟ شغاله بامر اسناد. وحصل مناقصه الاول. تمام. الشركه قدمت اقل سعر، رست عليها المناقصه. الكلام ده كان في شهر 12 اللي فات. حطت خطاب ضمان واشتغل. تمام. حتى الان لسبب انا لا اعلمه ما تمش توقيع العقود. جبت العقود او جبنا العقود، قعدنا نذاكرها، وكان عندنا بعض، مش عاوز اقول تحفظات، بس بعض تساؤلات. في الاخر انا وشواربي، وطبعا يرقصنا المهندس احمد مجاهد، بنمثل اتحاد الكره المصري فيما يحفظ حقوقه، وفي نفس الوقت بما لا يعني ما نجيش على الشركه في اي شيء. حصل اجتماع يوم الاربعاء اللي فات. حضر فيه الرئيس التنفيذي للشرق الاوسط للشركه ورئيس التنفيذي لمصر. وكان كنا مجموعه للشؤون القانونيه والماليه وممثلين على لجنه التحكيم والتسويق، وكنت انا تشرفت بحضور الاجتماع. تمام. واتكلمنا في كل المشاكل اللي عند الاتحاد او التساؤلات اللي عند الاتحاد. من النقطه دي وصلنا لحته ان احنا عارضين ان احنا نوفق وضع هذه الشركه بس بما يحفظ حقوق الاتحاد وما يضيعش حقوق الشركه باي نوع من الانواع. ووضحنا ان احنا لا عاوزين نلغي الفار ولا الكلام اللي بيتقال ده كلام خاطئ، ولكن في الاخر انا النهارده في موقع مسؤوليه، ومن موقع المسؤوليه بيحتم عليا ان انا احافظ على حقوق الاتحاد بكل شكل ممكن. اللي هو ايه الحق الاهم دلوقتي اللي ممكن يكون مفتقد أبسطها في الوضع الحالي؟ ابسطها ان يكون في عقد ممضي، عقد الطرفين راضيين عنه وموافقين عليه، وتحت طبعا الجهات اللي انت بتخضع لها كرقابه وهكذا. عدم وجود عقد طوال الفتره اللي فاتت دي مخالفه ممكن تحط لا 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 مش عاوز اقول لا احنا حط الاتحاد كمؤسسه في مشكله. مش عاوز اقول مخالفه، لانه في الاخر ان انت خدت مستحقات سابقه بقرار من مجلس الاداره، ده تبع يعني تبع للائحه، ده ينفع. ولكن في الاخر انت لازم تكون ماشي صح 100%. انت في مسؤوليه كبيره بتتكلم في الكره المصريه، دي حاجه كبيره جدا، وعشان كده لازم نكون الطرفين ماشيين بشكل نراه احنا كاداره حاليه. أيوة. مظبوط. ده مش معناه ان انا بلغي ولا ان انا بهاجم حد. تمام. سابق ولا الكلام ده خالص. لا. بس بقول انا عشان كده ابتديت كلامي بان هم مشكورين. عملوا مجهود كبير في قصه الفار، لكن انا النهارده او احنا في كموقع مسؤوليه في اداره الاتحاد لازم نكون ماشيين بشكل الاداره اللي احنا شايفينه. مظبوط. وبالتالي طلبنا شويه طلبات من الشركه، اعتقد ان احنا في انتظار بكره ايميل منهم باللي هيحصل. ايه اهم ما طلبتمه؟ اهم ما طلبته انه مش هندي اي مستحقات حاليا. تمام. انه حتى الان لم، ودي كانت نقطه خلافيه كبيره، انه لم يتم توريد ما تم الاتفاق عليه. وهم كان ردهم انه احنا لسه ما مضيناش، فبالتالي ازاي هورد لك وانا مش ايه اللي المفروض انه يجي وما جاش؟ يعني مش عاوز اخش في حته تقنيه قوي، بس يعني سيرفرات وعربيات حاجات كده يعني. والتقنيه بتاعت التسلل فعلا مش متاحه من ضمن ما هو متاح؟ فيها مشكله. فيها مشكله فعلا. فيها مشكله وبرده كانت نقطه خلافيه. ايه تاني طلب في الاخر؟ عاوز اوضح بس نقطه مهمه. النقط الخلافيه انا كنت واضح جدا في الاجتماع في هذا الامر، ان انا كاتحاد انا مع المجموعه اللي انا بمثلها. يعني اذا الشؤون القانونيه قالت ان ده في مشكله، انا مش هسمع. يبقى عندي مشكله قانونيه. تمام. اذا الشؤون الحته التقنيه قالت ان في مشكله، انا مش هسمع جانب الشركه، يبقى انا عندي. تمام. اذا تم الاتفاق ما بينكم فانا مفهوم. لان احنا مجموعه بتشتغل مع بعض. قلنا ان احنا مش هندي اي مستحقات الا لما نمضي العقود. الشركه كانت متمسكه بان هي مش هتقدر تورد الا لما تمضي العقود. قلنا خلاص هندي، نقترح يعني، ده كلها مقترحات لسه هتخضع للموافقه القانونيه للاداره القانونيه عندنا، ان هي تورد باقي الحاجه خلال مده معينه. تمام. وكانوا بيطالبوا بمستحقات عن مباريات تم استخدام الفار فيها يعني. ولكني برضو في النقطه دي قلت ان احنا مش هندفع دلوقتي الا لما نوفق وضع الطرفين. تمام. وقصد اقول الطرفين، لان انا مش جاي يعني اضر حد، ولكن انا بحافظ على الشكل او على. تمام. قانونيه الموضوع بالشكل اللي انا شايفه مظبوط. معنى كلامك ان في احتمال من ضمن الاحتمالات ان يفسخ التعاقد، او انه ما فيش تعاقد اصلا، ان تنتهي العلاقه ما بينكم وبين الشركه اللي بتعمل الفار دلوقتي في الكوره. انا مش عاوز اقول سيناريوهات سيئه يعني. ولكن كل حاجه وارده. ولكن حتى لو ده لا قدر الله يعني ما اتمناش خالص ان ده يحصل،
هيتم الرجوع للشركه الثانيه في المناقصه وهنشتغل في الاخر. الشركه اللي هي كانت قبليهم على طول بقى في الاخر. انا تمام. بكل المقاييس انا مش عاوز الغي الفار في مصر. فلكن فالفار بنسبه 100% مكمل بغض النظر عن الشركه اللي بتنفذه في الكره المصريه. بالظبط. والاجابه يعني عشان الناس تبقى مطمنه. بالظبط. واتمنى انه يتم يعني توفيق الاوضاع للطرفين عشان الدنيا تستمر وما يحصلش اي توقف. وبرده الحاجه الاخيره طلبتها منهم اسف اني طولت انه يتم استمرار خدمه الفار لحين توفيق الاوضاع. ما تقوليش ان انا عاوز مستحقات دلوقتي او كده لحد ما نخلص اوضاعنا. الخدمه مستمره عشان ما حدش من الانديه يبقى. شاربي اكيد هتفهمني وهتضيف اللي انت عايز تضيفه. يعني اكيد خدت بالك من الفرق ما بين الماتشات اللي فيها فار والماتشات اللي ما فيهاش فار في افريقيا نفسها. في دوري ابطال افريقيا مثلا هدف الترجي بضرب بيه مثال، لقيت ناس امبارح من تونس زعلانين قوي ان انا ضربت مثال بس انا هضربه تاني، دي ابرز حاجه قدامنا. هدف تسلل واضح بس الادوار التمهيديه ما فيهاش فار بعكس الادوار النهائيه اللي فيها فار. فلو كان في فار كان الترجي ما تاهلش وكان اهلي بنغازي تاهل، دلوقتي الترجي مع الزمالك في المجموعه. فالفار بقى خلاص بقى ما ينفعش نرجع لحياه ما قبل الفار. فده اللي قلق الناس او قلقنا كلنا كرياضيين. بالظبط. يعني خلاص وزي ما حضرتك شايف التكلفه قد ايه عاليه والمجهودات اللي بتحصل. واحنا بالفعل يعني بالاضافه لاحمد قاله، احنا قعدنا في اخر ديسمبر مع الانديه الدرجه الممتازه وشرحنا لهم الموضوع بكل شفافيه وقلنا لهم يا جماعه ادي موضوع مع الفار في مشاكل فنيه وشرحناها لهم. تمام. وبعديها قالوا اوكي يا جماعه احنا عايزين هنكمل برضو، يعني هم على علم تام بالموضوع. تمام. وقرروا احنا هنكمل يعني بالوضع الحالي ولغايه ما وطلبوا مننا هنحل يعني نشوف الحل مع المشاكل ده ولو المشاكل دي ولو في لو موضوع برضو اكتر نشوف يعني وزاره الشباب والرياضه يشوفوا برضه. طلبت من الانديه تدعمكم ماديا تساهم في مستحقات الفار؟ احنا بالنسبه لنا كان لازم نشرح لهم الموضوع. تمام. حقهم هم 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 الكوره. بالظبط. فكان لازم نشرح لهم الموضوع بالمشاكل الفنيه دي. فدي كان اهم حاجه. فالمسج وصلت لهم. قالوا اوكي احنا موافقين بس عايزين نكمل يعني على الوضع الحالي هم فهموه. بس طبعا لازم نحل الموضوع. فالحلول دي ده اللي احنا بنعمل عليه دلوقتي. والانديه قد تساهم في مستحقات الفار؟ طلبتم منهم انتوا ده حسب ما انا كنت عرفت ساعتها. هو فردهم كان لا عشان اوضح النقطه دي، هو اللي حصل ان احنا كاتحاد بالوضع الحالي مش عاوزين نطلع اي مستحقات الا بعد توفيق الاوضاع. تمام. وبالتالي كان في حل بديل ان الانديه تساهم او تدفع جزء من مستحقات الفار. تمام. كحل وقتي لحين توفيق الاوضاع او بشكل او باخر. تمام. ولكن في الاخر ده كان مقترح من وسط مقترحات تم عرض الموضوع على الأندية بكل شفافية. وفي الآخر أتمنى أن الدنيا يعني الموضوع يتحل في أسرع وقت ممكن، لأنه في الآخر زي ما قلت لك وابتديت كلامي مفيش حد عاوز يرجع خطوة لورا. أكيد. المهلة آخرها لحد إمتى عشان يتم توفيق الأوضاع؟ أول فبراير. بص يعني حاجة نسيت أقولها لك إنه في الاجتماع هم قالوا إن إحنا مش هنقدر يعني نكمل تمويل إلا لحد آخر الشهر. وأنا قلت برضو رديت بـ 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 بإن أنا مش عاوز مش أنا ماليش دعوة بوقت. أنا ليا دعوة بورق. أنا الناس عندنا هتاخد وقتها في المراجعة القانونية والمالية. تمام. والأجهزة الرقابية تكون واقفة على هذا الكلام وهكذا. و هم لسه متمسكين شويه بحته ان هم مش هيقدروا يفاينانسوا اكتر من اخر الشهر. وبالتالي لسه الامور اتمنى ان هي تتحل في الوقت ده. في شكل احسن للفار من اللي بيتعمل دلوقتي؟ لا، في اشكال كتير جدا جدا احسن من الفار. احسن طبعا. طبعا. زي ايه اللي ممكن نلاقيه مش موجود دلوقتي لما الفار يبقى متنفذ عندنا؟ صح. لا بتكلم فنيا. في يعني في انا مش عايز اخش في حته فنيه قوي. تمام. لكن لا هو فنيا الناس كلها بقت عارفاها، بقت عارفه انه الحكم هنا غلط ولا لا. فمحتاجين تقول لنا ايه اللي بيتعمل دلوقتي وايه اللي ممكن يبقى احسن منه. الحقيقه مش يعني مش مذاكر قوي اللي حاصل دلوقتي او مش هقدر اشرحه بالظبط يعني. ولكن في العروض لان انا جبت المناقصه وقعدنا بصينا على ايه اللي موجود ودخلت ذاكرت ايه اللي موجود. لكن برضو انت في الاخر محكوم بالتقنيه دي تكلفتها عاليه جدا. في الاخر انت محكوم بـ 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 بوضع معين بتمشي على اساسه. واتمنى التطوير بقى بعد كده ان شاء الله. احمد حسام عوض عمل في الاهلي فتره وبالتالي هو اهلاوي، وبالتالي الناحيه الثانيه الزملكاويه جايبين واحد اهلاوي يبقى اكيد هيجي في صف الاهلي ضدنا. اما محمد الشواربي فجاي على مهمه صعبه جدا، المسابقات وبالتالي عقوبات اللاعبين وبالتالي مواعيد الماتشات وبالتالي اشمعنى حطيت ماتشي قبل ماتشه وانا ما لحقتش اريح. دي اسئله هتوجه للثنائي عضو اللجنه الثلاثيه بعد الفاصل في الماتش. خليكم معانا.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الماتش. لسه منورني الاستاذ محمد الشواربي والاستاذ احمد حسام عوض عضو اللجنه الثلاثيه المديره لاتحاد الكره المصري. اهلا بيكم مره ثانيه منورين. استاذ شواربي، المسابقات والدوري المصري، انتوا جيتوا والدوري المصري شغال وبقالوش اسبوعين بيتلعب، وبالتالي كان في جداول وبالتالي كان في لوائح فجايين عليها. اول حاجه عملتوها اول ما دخلت انت كمسؤول عن المسابقات في مسابقه بدات بالفعل بلوائح بالفعل، عملت ايه؟ اهم حاجه نشوف الجدول الدوري، نكمل المواعيد. زي حضرتك عارف الاجنده عندنا ارتباطات افريقيه، اجنده دوليه، في البطوله العربيه، كاس العالم للانديه. فكل دي كانت الحاجه الاساسيه، ان كان معلن لغايه الاسبوع السابع. فاحنا مضطرين يعني كان لازم دي اهم حاجه الاساسيه نكمل لغايه اخر الدوري. فاحنا عملنا مشروع لغايه الاسبوع ال 34. تمام. تم ارسال الامن لغايه الاسبوع ال 14، وان شاء الله اول ما يبقى يتم الاعتماد يعني خلاص هنبلغ، هتعلنوا السبع اسابيع الجديده لغايه ال 14 ان شاء الله. لغايه ال 14 هو بالفعل المعلن سبعه، فانتوا امتى ممكن تعلنوا عن السبعه التانيين؟ قريب جدا خلاص معنا. يعني احنا المفروض خلصنا، فاضل بعتنا للامن، فاضل الموافقه يعني الموافقه او التنسيق مع الامن. طيب في نفس السياق عدلتوا بمواعيد بعض الجولات اللي هي بتاعت الاسبوع ده علشان كاس العالم لكره اليد، افتتاح البطوله. بالظبط. ما كان معروف من الاول ميعاد افتتاح البطوله، وكان معروف من الاول مواعيد الجولات، فالناس دايما بتسال طب ما ليه مش من الاول ندخل على البطوله واحنا عارفين ومنسقين ما بين البطولات المختلفه؟ ما فيش مشكله، هو اللي حصل يعني طبعا احنا يعني مقدرين ومتاكدين الانديه هتتفاهم الموضوع ده، وده كاس عالم، يعني مصر بتستضيف كاس عالم. ايوه. فيعني طبعا ده لازم يبقى في تنسيق، وحصل فعلا تنسيق مع اللجنه المنظمه بتاعت كاس العالم. شفنا المواعيد، مواعيد منتخب مصر بتلعب امتى، والتنسيق مع التلفزيون، مع بنحاول نختار مواعيد نبعد عن الاوقات اللي فيها ضغط. فطبعا حصل تعديلات، بس ده في الاول وفي الاخر لصالح مصر، ونحاول نصالح الانديه برضو على قد ما نقدر يبقى لصالح الانديه. بعد ما تعلنوا السبع جولات، امتى ممكن تعلنوا ال 34 جوله؟ الباقي بقى احنا هنمشي كيس باي كيس. تمام. عشان برضو ما نقعدش نغير كذا مره ونغير كذا مره. يعني احنا مثلا امبارح شغالين طبعا في مشروع بقالنا مده كبيره، بس امبارح استنينا اتفرج، يعني خلصنا القرعه بتاعت دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، عرفت مواعيد خلاص ماتشات اهلي وزمالك وبيراميدز، عشان نشتغل باحتمالات لو الاهلي وصل هنا هيلعب بره ولا جوه. تمام. ان كل ده بيفرق جامد جدا، عشان ما نقعدش برضو كده معانا لغايه ابريل عارفين، لان ماتشات دور المجموعات لغايه ابريل اعتقد. بالظبط. او مايو تقريبا مايو. ولو في استثناءات طبعا هتبقى استثناءات لا قدر الله الكورونا. تمام. ولو للمنتخبات وللامن. للامن. في قصه الكورونا انتوا كان الاول 16 حاله ممكن تلغي تاجل ماتشات. بالظبط. بعديها سموحه ماتشو مع الانتاج الحربي اتاجل بعدد حالات اقل، بعديها رحتوا انتوا مطلعين بيان بتقولوا فيه ان انتوا قد تدرسون تاجيل الماتشات طبقا للي انتوا شايفينه لو في نادي عنده خمس حالات. بالظبط. اكتر من 16 لخمسه ده كتير فرق. اكتر من ده حسبتوها ازاي؟ بالظبط. اكتر من هي عامه ما بتحسبش بالرقم، مش انا عشان عندي لعيب ناقص يبقى خلاص العب او لا. فاحنا بنقيمها، الهدف من القرار ده هنقيمها حاله بحاله، يعني كل حاله بتختلف عن الثانيه، فهنمشي كيس باي كيس. فلو اكتر من خمس لعيبه هنرجع هنفحص الموضوع وهنشوف. تمام. مع النادي، وده هيتم الاتصال بالنادي اللي عنده المشكله دي وهنتفاهم ونشوف. ممكن حرك النادي بتاعك يقول لي لا انا اوكي انا عندي فعلا ست لعيبه بس انا اوكي ممكن اكمل. فاحنا هناخدها كيس باي كيس. حاسسها كده متروكه يعني مش هقول للاهواء لكن متروكه للدماغ، فانا ممكن في مره كده نضطر ان احنا نقف في موقف انه انت وافقت للاهلي على تاجيل ورفضت للزمالك، وفي مره ثانيه رفضت للاهلي ووافقت للزمالك، فالناس تقول لك اشمعنى واشمعنى، فليه ما تبقاش حاجه ممسوكه بالعكس؟ ده القرار مفتوح عشان انا انسق بعد كده كل حاله بحاله، انسق مع النادي اللي عنده المشكله دي. تمام. انا لازم اكلمه اشوف ايه مشكلته، هو اللي هو فعلا مستعد او مش مستعد. يعني مثلا افرض عند حضرتك الاجوان كلها بعد شر عندهم كورونا فاضل واحد بس، هتلعب الماتش؟ لا انا اقصد كنت تقول ده انه لو عندك اكتر من حارس مصاب مش هيحصل كذا، مش تعالى نتناقش ونشوف حالتها بحالتها عشان ما يتحطش قصدي قدامكم
نادي عادي يقول لك انت بشمعنى بتعامل الاهلي والزمالك غير ما بتعاملني، اشمعنى اجلت واشمعنى ما اجلتش، فاهمني؟ احنا يعني من غير ما نحاز لاي حد هنطلع الموضوع بكل تمام، وهيبقى في اللجنه الطبيه معانا وهيشوف الموضوع وبنتصل بالنادي اللي عنده المشكله دي، ده الاساس، اللي عنده المشكله هنشوف ايه المشكله واللجنه الطبيه بتفحص الملفات كلها وبناء عليها نقرر. تمام، وبالتالي النادي هيكون هو يعتبر صاحب القرار، لو عنده اكتر من خمسه يقول لك انا مش هينفع العب فهتوافق في ساعتها؟ هنشوف معايا حسب في لجنه فنيه وهنشوف، احنا هنفحص الموضوع. تمام، ما لازم نتاكد الموضوع ده صح ولا لا، ولا الدعاءات ولا 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 مفهوم. فلازم هندرس الموضوع كامل. لا غير يعني قصه الرقم دي ما لهاش 14 او 15 وزي ما حضرتك شايف اشانتي كوتوكو والهلال لغالوا مشكله مرشط. عندنا مشكله، عندنا لا الموضوع مش كده، لان لازم اشوف احتياج النادي واكلم النادي واشوف ايه مشكلته حاله بحاله. اذا لا قدر الله الموسم ما كملش بسبب اي سبب، منهم السبب الابرز دلوقتي هو الكوفيد 19، كان في لوائح محطوطه قبل ما تيجوا، وهي قصه انه لو نهايه الدور الاول، لو في الدور الاول يلغى الموسم، لو ما بعد الدور الاول يبقى ممكن الجداره الرياضيه او غيرها. هل دي نفس اللوائح اللي بنسير عليها دلوقتي؟ احنا الحالي ماشيين الاسبوع ال 34، عاملين مشروع الاسبوع ال 34، والدوري ان شاء الله هيخلص في اخر سبتمبر. اخر سبتمبر. تمام، ان شاء الله. ولا قدر لو في اي يعني اي حاجات تانية مشاكل احنا جاهزين على طول، يعني احنا ما بنمشيش من الاتحاد، يعني بنقعد في الاتحاد اكتر بنقعد في البيوت، فيعني شغالين على كل السيناريوهات وان شاء الله الافضل للانديه المصريه وللدوري المصري. إذا ألغي الدوري بيتحدد بطله إزاي ولا لسه ما اتحددش؟ لا إن شاء الله إحنا إن شاء الله إحنا ماشيين لغاية هو إن شاء الله مش هيتلغي، أنا مش بقول هيتلغي، لو لا قدر الله يعني. لا قدر الله إحنا يعني داخلين بنبقى عندنا سيناريوهات، ولو في حاجة إن شاء الله هتبقى علينا. لكن لسه غير معلنة حتى الآن، غير معلنة. بتقول هيخلص الدوري في 30 سبتمبر طبقا للمشروع المقدم. بالظبط، ده كان المهندس مازن مرزوق اللي كان بيتولى المسؤولية كان قايل نص أغسطس، فإيه الجديد؟ بالظبط، احنا اول ما كابتن حسام يعني كابتن حسام بدري قعدنا معاه الاسبوع اللي فات نناقش احتياجات المنتخب، فاهم نقطه اتكلمنا فيها قبل الاجنده الدوليه والمعسكر التواريخ اللي تناسب المنتخب المصري. تمام، ونفس الموضوع مع كابتن شوقي قعدنا وعندنا اولمبياد. بالظبط، واتكلمنا في النقط دي. فدي فترات توقفنا، ممكن نبقى مثلا خسرنا كام يوم، بس ده المصلحه للمنتخب ومصلحه للمنتخب المصري الاولمبي. فبناء عليه عوضنا التواريخ دي ورحلنا وهنخلص في سبتمبر ان شاء الله. وبالتالي في الاولمبياد هيكون في ماتشات، كان ده مقرر من جانب المهندس مازن مرزوق، هل لسه عندنا ماتشات؟ المقترح الحالي في الاولمبياد مفيش ماتشات، بس ده مشروع، يعني ده مشروع احنا لسه اشتغلنا عليه. بعد كده احنا من اول اسبوع ال 14 حسب بقى، يعني هنشوف ان شاء الله الدنيا ماشيه. بتحل مشكله كبيره دي، لان في انديه قالت افرض انت تظلمني، افرض انا واتخذ مني في منتخب الاولمبي عدد كبير من اللاعبين، فكان في اكتر من نادي اعلن اعتراضه. وللاسف ظروف استثنائيه علينا كلنا يعني، بس فبنحاول على قد ما نقدر. وبناء عليه عارفين هيبدا امتى الموسم اللي بعده، بما ان ده يخلص 30 سبتمبر؟ ان شاء الله. امتى؟ هو قال نحرك في الوقت على طول، بس احنا المشروع يعني قول لي المشروع، مش شرط ان يكون كام، انه وفق عليه. خلينا دلوقتي في الاسبوع ده، يعني عايز تروح السيزون الجاي، احنا لسه ان شاء الله لسه في يعني. انا مش عايز ابعد كتير عنك، لكن هو الكلام عن المسابقات مهم جدا. أكيد. هرجع لك مره ثانيه يا شواربي، بروح ليك احمد، بما اني سالت سؤال قبل الفاصل، اهلاوي شغال مقرر لجنه الشباب في النادي الاهلي، صورتك الشهيره مع الكابتن محمود الخطيب الاسطوره الكرويه المصريه والاهلاويه، وبالتالي اعتاد الناس ان هم يبصوا للعضو الزملكاوي على انه اكيد جاي يخدم الزمالك ويقف ضد الاهلي، واعتاد الناس نفس القصه على العكس، لو انت اهلاوي فاكيد جاي تخدم الاهلي وتقف ضد الزمالك. شايف انت ازاي المشهد ده كمسؤول سابق في الاهلي؟ خليني اقول ان اي حد مهتم بكرة القدم اكيد له انتماء، يعني ده طبيعي جدا. النادي الاهلي مش يعني عمري ما هتكسف ان انا اقول هو صاحب فضل كبير جدا عليا، واتعلمت حاجات كتير جدا جواه. تعاملي مع نادي بحجم النادي الاهلي علمني حاجات كتير جدا، علمني خبرات كتير جدا، ده شيء هفضل اقوله طول عمري. لكن النهارده لازم اقول ان انا في موقع مسؤوليه على كل الانديه، بتعامل قدام ربنا سبحانه وتعالى، قدام ضميري في الاول وفي الاخر. لو الناس بتنتقد ان انا كنت رئيس لجنه شباب في النادي الاهلي، فده اضاف لي كتير وعلمني كتير، ومن احد اهم اسباب ان انا موجود النهارده في اتحاد الكره، لانه زود وتقل السي في بتاعي اكيد بكل تاكيد. وزي ما النهارده في حد اهلاوي بكره في حد زملكاوي، الناس في الاخر
في يعني ستيريوتايب كده عن ان احنا ده اهلاوي فهينحاز او زملكاوي هينحاز. الكلام ده كلام غير صحيح. انت بتشتغل طبق لوائح وطبق طريقه وفي الاول وفي الاخر قدام ضميرك، وده اللي اتعلمته اصلا جوه النادي. وفي الاخر انا كتجربه شخصيه يهمني جدا ان انا في النهايه بعد انتهاء التجربه بعد انتهاء المده اللي احنا مكلفين بيها ان احنا يتقال علينا ان احنا اشتغلنا بنزاهه وبشفافيه، وده النجاح الحقيقي بالنسبه لي. هكون واضح معاك واقول لك انه الكابتن محمد فضل كنجم اهلي سابق، عضو اللجنه الخماسيه السابقه، الاهلي طلع ضده بيانات قبل كده، مش خايف من نفس المصير لو في مره طلعتوا قرار ضد الاهلي فاحمد حسام عوض الاهلاوي المسؤول السابق في الاهلي، الاهلي طلع ضده بيان؟ لا مش خايف، لانه كل واحد في الاخر انا تابعت كمشجع وقت وجود محمد فضل كمسؤول في اتحاد الكره، انه حصل شويه يعني خلافات او ايا كان مسماها يعني. هو اكيد كان بيدافع عن وجهه نظره، واكيد النادي الاهلي او اي نادي ليه مطلق الحريه ان هو يدافع عن وجهه نظره. في تخيلي ان النادي الاهلي دايما يعني برضه في حته التحيز والكلام، لانه النادي الاهلي عمره او اي نادي كبير عمره ما يطلب حاجه غلط ولا حاجه شايفها مش من حقه. قد نختلف النهارده قد نتفق، لكن انا او اي مسؤول الطبيعي انه بيشتغل باللي هو شايفه صح، قد يصيب وقد يخطئ، ولكننا بنحترم كل الانديه اكيد. كل الانديه الجماهيريه والغير جماهيريه انا بشتغل لمصلحه الانديه المصريه والكره المصريه. احمد حسام عوض بيقول ان اي حد ليه انتماء، انت انتمائك ايه؟ انسى انسى هتتعرف، هتلاقي الناس دخلت مثلا على اكونتك على الفيسبوك سنه 2003 وشافوا صوره ليك مشكله انسى يعني من 2010 في الكاف تمام ونظمت بطولات في الفيفا، استحاله يعني ده انا وانا في الملعب لبس البدله استحاله يعني، كان بيبقى دروج واقف في الدريسنج رومز في غرفه الملابس ونازل ولا كنا نعرفه ما تعرفوش شغلي انسى. اوروبيا بتشجع فريق معين؟ برضه انسى دي كمان باصص لليويفا او الفيفا ربنا يوفقك باذن الله. طيب كاهلاويه وزملكاويه برضه بيبقوا مستنيين الماتشات قبل ماتشات افريقيا في عدد معين من الايام راحه بنفصل بينها بين اخر ماتش محلي واول ماتش افريقي او ما بعد العوده من افريقيا للماتش المحلي التالي، هل محدد عدد ايام معينه؟ مش قاعده لازم احدد يوم معين. تمام. في ساعات بتضطر تضغط غصب عننا ومش قصدنا نيجي على الانديه، ولو ده حصل او هيحصل يعني ان شاء الله ما يحصلش، لو في بعض الاحوال فانا بتاكد ان بزود له يوم او بعوض له في الاسبوع اللي بعد كده عشان نريح الانديه. في طبعا فترات الاجنده مضغوطه بطريقه يعني صعبه جدا. فده اللي كنا بنعمله امبارح، كنا بنشوف مثلا ماتشات الاهلي والزمالك وبيراميدز، خلي بالنا هو بيلعب في افريقيا التاريخ ده، هو بيلعب يعني مثلا لو بيراميدز بيلعب في كوت ديفوار فنخلي بالنا نعمل حسابنا ان هو هيسافر قبليها بقد ايه وهيرجع قبليها بقد ايه، فبنعملها بكده فبنراعي على قد يعني على قد ما نقدر. ساعات الظروف بتحكمنا الدنيا بتتزنق شويه بس المصلحه العامه ان انا ادي للانديه اريحه على قد ما اقدر. اذا ودع نادي البطوله واستمر الاخر، بتكلم على الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله الاثنين يكملوا، ساعتها هتلاقي اللي مكمل جدوله مزدحم اكتر من اللي مش مكمل، فممكن تلاقي برضو الناس بتقارن، هتحسبها ازاي؟ ساعتها هنشوف. يعني ساعتها هنشوف، احنا كده دوري المجموعات لسه ما ابتداش. فيعني عشان كده احنا مش هنعلن برضو يعني ما اقدرش برضو اعلن الاسبوع لغايه ال 34 وخلاص. فاحنا ماشيين واحده واحده وبس، وان شاء الله يعني برضو احنا بنفكر لمصلحه الانديه، مفيش اي مصالح شخصيه تماما يعني. تمام. كاس مصر هيبدا امتى وينتهي امتى طبقا لمشروعك المقدم؟ المشروع في يعني المفروض في المعسكر لو مش يعني مش متذكر بالظبط، لو يعني في دور هيبتدي دور ال 32 هيبقى في فتره المعسكر في مارس؟ في فتره المعسكر اللقاء الثاني شهر لو انا مش متذكر يونيو الاجنده ده انا للاسف يعني تمام. من كتر ما اشتغلنا التواريخ كلها التواريخ دخلت في بعض، توقف دولي مش اللي جاي اللي بعده بالظبط، يبقى هو بتاع مايو اعتقد اخر مايو اول سبتمبر اول يونيو كان مقترح. تمام، يبدا دور ال 32 فيه بالزبط. ولا دور التمهيدي؟ دور ال 32 32 والمفروض يخلص امتى الكاس؟ ده مع المشروع ال 34 بنحاول يعني بنحاول نشوف، بس دلوقتي ما اقدرش اقول لحضرتك بالظبط. بس قبل 30 سبتمبر اللي هو موعد السيزون، السيزون كله تماما آخر هيخلص اخر سبتمبر ان شاء الله، اللي هو اللي هو هيكون اخر ماتش في الدوري.
بالظبط تمام بالظبط. السوبر المحلي اللي هو ما بين الاهلي وطلائع الجيش مش كده؟ تمام. امتى متحدد تاريخ؟ لسه ما اقدرش، ما عنديش معلومه. مقترح يكون بين الدورين؟ لسه برضو ده بقى. يعني اول ما نخلص انا الرسمي. تمام باذن الله. بالنسبه للسوبر الافريقي تحدد الاهلي ونهضه بركان؟ وصل لكم الكلام كله؟ انا من ناحيه الكلام كله في الميديا، بس انا مش عارف الموضوع وصل لفين. بس حاليا يعني لو في اي مستجدات هنعرفها الشهر ده. ان في بطوله افريقيا للعيبه المحليين في الكاميرون هتبتدي كمان كام يوم. فبيبقى في اجتماعات للجنه وكده، يعني هيتم اعلان. تمام. احمد اهلا بيك مره ثانيه، بقى لنا شويه بنتكلم عن المسابقات. رابطه الانديه محتاجين نفهم هي عباره عن ايه، محتاجين نفهم ايه دورها، محتاجين نفهم ايه تاثيرها لما تتعمل على شكل الكره المصريه او الرياضه. رابطه الانديه هو انه هيتم انتخاب ممثلين عن الانديه، هيكونوا هم بشكل او باخر بيديروا، او مش عاوز اقول يديروا، يعني متدخلين في شؤون اداره كرة القدم، ممثلين عن الأندية اللي موجودة بكل أشكالها. حاليا احنا في اجتماع الأندية اتكلمنا معاهم في الدعوة لعمل الرابطة والانتخابات وهكذا، والاتحاد هيبعت جوابات للأندية عشان يدعو للانتخابات ونشوف مرشحين الأندية في رابطة الأندية. وده موجود في اللائحه، وده موجود في اللائحه، ده موجود في اللائحه. فبلغناه وقلنا لهم طبقا الماده تمام في اللائحه. فاحنا هنفتح باب الترشيح. هو المفروض الاجمالي سبعه، يعني الرابط، يعني سوري الاجمالي اعضاء الرابطه بالظبط، اعضاء اللي هو المجلس الاداره كانه بالظبط. خمسه يتم انتخابهم من الانديه واثنين للاتحاد، بس تمام. الشروط يعني اتحاد الكره اللي يرشح اثنين تمام، بس الشروط ما يكونوش ولا اعضاء مجلس اداره ولا موظفين في الانديه او في الاتحاد تمام. فالمفروض وينتخب رئيسها ازاي؟ من خلال السبعه؟ من خلال هم اللي بينتخبوا الرئيس بالظبط. وفعلا اخترناهم، يعني المفروض يعني يوم الاحد نستلم، يبتدوا يبعتوا لنا الترشيحات، ويوم الاربعاء المفروض يعني هندعوهم عشان يبتدوا ينتخبوا الاسامي المرشحين. والاثنين اللي انتوا هترشحوهم استقريتم على اسمهم؟ لا ما زال لسه؟ مفيش اسماء مرشحه زي يتاخد منهم اثنين؟ لا لسه. مش عايز تديني اجابه عن لسه. طيب بالنسبه للرابطه دورها ايه اللي المفروض ان هي تعمله؟ هتبقى مسؤوله قدام الناس عن ايه؟ علشان الناس ما تبقاش متلخبطه ما بين دور الاتحاد كمجلس اداره ودور الرابطه. الرابطه هتبقى هي يعني زي ما احنا شبه هتدير، هتبقى هي مسؤوله عن الدوري. عن القسم الاول، فهي هتبقى مسؤوله عن الدوري. هي اللي تديره. هنشوف طبعا هيبقى في مقر، وبعديها هم هيعينوا لجنه زي لجنه مسابقات هي اللي هتدير الشؤون اليوميه والمعتاده. بالنسبه لملف المئويه، مين فيكم اقرب من هذا الملف؟ احنا الاثنين. انتوا الاثنين. طب ممتاز، ممكن اسالكم، اسالك انت الاول احمد. يعني مئويه ده رقم كبير ما شاء الله، اتحاد الكره المصري، فمتوقع ان انتوا جايين من ضمن اهم ملفاتكم ان احنا نظهر بشكل احتفالي جيد يليق باسم الكره المصريه، ايه اللي ناويين تعملوه في الملف ده؟ والله احنا قعدنا مع المهندس احمد في الاول، كان في لجنه موجوده من خلال اللجنه الخماسيه اللي فاتت، كان في لجنه مسؤوله عن هذا الملف. اما قعدنا مع المهندس احمد كان شايف ان الموضوع الاتحاد الكره 100 عام اتحاد كره مصري حاجه كبيره قوي. اتحاد الكره لازم الناس تفهم تاريخه، ولازم الناس تفهم هو مين الاسامي والرموز اللي كانوا بيمثلوه. يمكن احنا كشباب ما عصرناش اسامي كبيره جدا وادت الكوره حاجات كتير جدا. كان المهندس احمد شايف انه يؤرخ الموضوع، ما يبقاش شكل رياضي فقط. كان عندنا الاسبوع اللي فات ميتنج مع الاستاذ ابراهيم عيسى ودكتور محمد عفيفي استاذ قسم التاريخ في كليه الاداب، استاذ ابراهيم عيسى الكاتب الصحفي، استاذ الدكتور محمد عفيفي. كنا بندردش ازاي نطلع الموضوع بشكل تاريخي تمام يؤرخ مسيره الاتحاد المصري لكره القدم، ازاي نبرز رموزه. وكان في افكار كتير جدا كلها لسه قيد النقاش، يعني ما استقرناش على حاجات معينه.
لكن المهندس احمد الحقيقه عنده افكار كتير قوي، واحنا وشواربي وكل المجموعه بتضيف وكل يوم بنطلع بافكار جديده. المفروض يبدا امتى او يظهر؟ لسه ما استقرناش بالظبط على تواريخ، لان كله لسه بنعمل يعني برين ستورمنج كده عن القصه. متوقع مباراه تقام ما بين منتخب مصر ومنتخب اخر؟ من المقترحات اللي موجوده ان يكون في مباراه، لكن كان في مقترح قديم ان ايطاليا نلعب ايطاليا باعتبار ان اول ماتش لمنتخبنا كان قدام ايطاليا. دي حقيقه ما زال موجودا؟ ما زال مقترح موجود بس لكن لم يتم الاستقرار على شيء بعينه حتى الان لسه يعني لحد دلوقتي لسه ما استقرش. التعامل مع محمد صلاح شفته ازاي؟ ازمه في الكره المصريه، في اتحاد كره كامل كان مرمى الانتقادات بسبب محمد صلاح. ما تزعلش صلاح، لو هو اللي غلطان ما تزعلوش، ده محمد صلاح يعني، ما بالك بقى لو ده هو بيتكلم بالعقود وكده. فكانت قصه، هل متكلمين في التعامل مع محمد صلاح كنجم عالمي ما وصلش حد لنجوميته على مستوى الكره المصريه من قبل؟ شواربي يعني عادي جدا طبعا، نجم كبير جدا، مش يعني غني عن التعريف يعني، مش محتاجين نتكلم. كل اللي فات يعني خلاص، لو في مشاكل او في خلافات او كده خلاص، احنا دلوقتي احنا عايزين نبص لقدام. احنا دلوقتي بنتحرك بنجري لقدام، احنا عايزين نشوف الاتحاد المصري والكره المصريه في احسن صوره. فنشوف ايه لو في اي حاجه، المشاكل انسى خلاص، انت بتحل لقدام، بتمشي لقدام. خصوصا يعني زي نرجع بس للموضوع المئويه، احنا دلوقتي الاتحاد المصري من اعرق الاتحادات في افريقيا. مظبوط، يعني كان احنا وجنوب افريقيا واثيوبيا والسودان. مظبوط، ودي سنه المئويه بتاعتنا، احنا باصين لقدام، بنتحرك بسرعه، يعني بنتحرك بسرعه جدا على قد ما نقدر، سواء يعني موجودين او مش موجودين في الاحتفاليات المئويه. احنا بنكمل، مش هقول بنحط حجر الاساس، اللجنه الخماسيه كانت بدات شغل، بنكمل، ممكن يبقى في بعض تعديلات وبنكمل، وان شاء الله بعد كده اللي بعد كده بيكمل ونمشي لمصلحه الاتحاد. فمحمد صلاح طبيعي يعني هنشوف ايه المشاكل كلها، يعني لو المشاكل اذا كانت في مشاكل لو موجوده في اي حاجه بالظبط هنحل المواضيع وهنمشي في كما يجب ان يكون. مين اللي سماك شواربينيو؟ مش ده حاجه لان من وانا بسال اتقال لي ده من كتر ما هو شاطر في الاتحاد الافريقي اسمه شواربينيو، انه برازيلي يعني المهارات. بالظبط، ومن ايام المدرسه عشان رونالدينيو وكده، فكان ده كان من ايام الطفوله يعني. يبقى انت بتشجع برشلونه يعني، هتحاول توصل لكده بس مش هرد عليك. طيب هرجع للمسابقات مره ثانيه، هل في اي تعارض ما بين لائحه المسابقات ولائحه الانضباط؟ كلائحه عقوبات قصدي حضرتك؟ عقوبات. لائحه عقوبات دي بيبقى زي جدول بيطبق اوتوماتيك، يعني حضرتك لو عملت واحد اثنين، لو عملت كذا العقوبه بتاعته كذا، لو عملت كذا يعني خلاص، هو صريح موجود على الموقع بتاع الاتحاد، صفحه الاتحاد. دي العقوبات دي بالظبط، دي العقوبات دي اللي انتوا عدلتوا فيها مؤخرا. بالظبط، وحضرتك هتلاقي النسخه القديمه والجديده موجودين. تمام، فيعني ممكن الناس تشوف وايه الفروقات وايه التعديلات وكل حاجه. فدي حاجه، دي عقوبات خاصه بالمسابقه. لجنه الانضباط، ما هو كل ما هو قانون. في لائحه في الاتحاد، لائحه الانضباط. تمام، دي بقى قانون، هنشوف بقى حضرتك خليت بالماده كذا يبقى هنعمل كذا، يبقى عقوبتها كذا. وفي مع لجنه الانضباط. لا ما فهمتش قوي كده الفرق، يعني انا امتى أوتوماتيك لما تحصل حاله اروح لده ولا ده؟ الجدول ده يعني حضرتك لو اي حد هيعرفه، لا اول ما يشوف واحد خبط حد هيعرف انه هيتعاقب كذا من غير ما نستنى قرار. بالظبط، دي حاجات اوتوماتيك بتتنفذ على طول اوتوماتيك. زي مثلا الحكم عنده، الحكم في الماتش عنده مثلا لو اللعيب عمل كذا، لا كارت اصفر، لا كارت احمر مباشر، او دي المسابقات، دي سيناريوهات بتطبق، يعني لو حصل كذا بتمشي، دي اوتوماتيك، دي مسابقات. الانضباط خاص اكتر بالقانونيات اكتر. كل ما هو ممكن بشكل مبسط، كل ما هو مش موجود مثلا في الجدول ده، لجنه الانضباط. تمام، مع اي مشاكل ثانيه اخرى بتحول لجنه الانضباط والقيام. هل فكرتم في الغاء لجنه الانضباط اصلا؟ ليه؟ ما كانش في اي كلام من كده؟ احنا محتاجينها، وحاليا في ازمه منتخب الشباب الملف كامل كله. الاول عملنا لجنه تقصي حقائق. ايوه، جمعوا الحقائق كلها بجميع الاطراف، لجنه احنا يعني مش فيها لجنه، فيها قانوني يعني، فيها اعلنتوا اسمائها بالكامل، اعلنها كلها بالظبط كده. وبعديها التقرير ده كله راح للجنه الانضباط. مستشار سيد البنداري. بالظبط، رئيس مستشار سيد البنداري. بالظبط، هي لجنه محترمه جدا طبعا، سواء برئاسته او بعضويه المستشارين طبعاً الكرام يعني. طبعا. وكانت من الحاجات اللي عاوز اضيفها على كلام شواربي برضو، ان ما كانش في شفافيه اكتر من ان لجنه تقصي الحقائق تحط على الصفحات الخاصه بالاتحاد المصري نتيجه
مش نتيجة يعني اللي حصل الأقوال الأقوال وجهاز التعبير يعني الأقوال ليه ما طلعتوش انتوا القرار؟ ليه نقلتوها لجنة الانضباط؟ عشان كنا شايفين ان احنا مش عاوزين نخش في هذا الملف. لا في لجنة محترمة جدا المستشار حسين حلمي، الدكتور محمد سلطان، الدكتور مصطفى عزام، دكتور علاء عبد العزيز. دكتور علاء عبد العزيز اقصد ان لما اللجنه ادت لكم، لجنه التقاعد الحقوقيه ادت لكم التقرير، ليه مش انتوا كمجلس اداره طلعتوا القرار؟ ليه ادتوها لجنه الانضباط؟ عشان كنا شايفين انه تكمله لحياديه الموضوع ان المستشار سيد البنداري هو اللي يتولى بصفه رئيس لجنه الانضباط، هو اللي يتولى هذا التحقيق، والقرار اللي هو شايفه لا احد للتدخل فيه خالص. شاوربي ليه ما بتعلنوش العقوبات؟ يعني ما بيتقالش ان اللاعب ده توقف كام ماتش؟ زي مع كل جوله كان بيطلع دايما تقرير عن العقوبات، ليه ما بتعملش؟ احنا كنا فعلا بنتكلم في الموضوع ده من قبل، يعني من يومين بالظبط كنا بنتكلم في الموضوع ده. في عقوبات، لو يعني في عقوبات اللي بيتبلغ بيها مثلا الانديه هم بيحطوها، احنا بنشوف لو في عقوبات. كنا فعلا بنتكلم الموضوع ده، يعني عندنا جدول العقوبات موجود، فممكن العقوبات اللي قررت نقللها، فده فعلا قرار اتكلمنا فيه. ناويين تعملوا كده يعني ان شاء الله؟ اعتقد ده بيريح اكتر الاعلام وبيمنع الجدل، لان مثلا بيراميدز من يومين اعلن ان لاعبه محمود وادي توقف 8 ماتشات، فما لناش فاهمين هم عرفوا منين او هم كلامهم صح ولا لا. بالظبط اعتقد ده هيريحنا احنا ويريح المشاهد. احنا غير دراسه الموضوع فعلا، ويعني وقريب جدا ان شاء الله هنقرر فيها. هيتم التقرير ده. نتكلم عن المنتخبات شويه. منتخب الاولمبي هو امل كبير جدا ان احنا ناخد ميداليه في الاولمبياد باذن الله. الاستقرار على البرنامج اتحط خلاص، اتعرف احتياجات الكابتن شوقي غريب وما الى ذلك. طبعا قعدنا مع الكابتن شوقي غريب وزي ما قعدنا مع الكابتن حسام بالظبط، وشفنا ايه الاحتياجات، وحاليا بنشوف قائمه اللاعبين، مطلوب عدد اللاعبين، كنا طلبنا زياده عدد معين لاعبين زياده، هم عاملين 18 لاعب واربعه احتياطي لو لا قدر الله في اصابه. تمام. او كورونا او غيره. فيعني اتكلمنا بكل، يعني اتكلمنا مع كابتن شوقي وشفنا التواريخ امتى برضه نتوقف. تمام. عشان نوقف الدوري امتى عشان ندي الفرصه كامله للمنتخب. موضوع ال 18 لاعب ده تخاطبوا فيه اللجنه؟ لا ده الفيفا. لا هي الفيفا. الفيفا بيبعتوا زي. تمام. زي النادي الاهلي لسه باعت برضه القايمه بتاعته في كاس العالم للانديه. أيوة. ده بروسيدر. تمام. لازم القايمه بيبقى فيه قايمه مبدئيه بس مفصله. تمام. ايوه بيتهيألي 50 لاعب، بعد كده بعديها بشهر او فتره زمنيه معينه الفتره بتقل لغايه قرب وقت البطوله، بيبقى لازم نستقر على العدد الاخير. من ضمن الحاجات اللي الناس قالت انتوا جايين تبوظوها ليه؟ انتوا اول ما جيتوا رحتوا توجيه الشكر للجهاز الفني للشاطئيه للنسائيه للصالات، وقعدتوا تعيين يمكن الكابتن هشام في الصالات، فكانت ايه وجهه النظر في التغييرات اللي عملتوها او توجيه الشكر؟ احنا الاول حسب الارتباطات الافريقيه، يعني دلوقتي كره الشاطئيه احنا اشتركنا فعلا، يعني المنتخب المصري تم اشراكه في البطوله الافريقيه. فدلوقتي حسب الارتباطات، يعني احنا لغايه يومنا هذا الاتحاد الافريقي ما فيش قرار هل هيبقى فيه تصفيات ام هيبقى فيه بطوله نهائيه على طول. فاحنا لغايه النهارده احنا مش عارفين هنلعب تصفيات ولا هنلعب البطوله النهائيه في السنغال في شهر 5. فاحنا حسب الارتباطات، يعني ده الموضوع بكل بساطه. حسب الارتباطات الافريقيه في اسماء يعني وجهتوا ليها الشكر وقعدتم تعيينها، يعني مثلا الكابتن احمد رمضان في الكره النسائيه لكن تولى مسؤوليه الفئه العمريه للشابات، والكابتن هشام برضو على مستوى الكره الشاطئيه الصالات تولى المسؤوليه من جديد، لكن في اسماء تانية عينتوها من جديد. الاختيار تم من خلال لجنه ولا من خلالكم كلجنه ثلاثيه؟ في لجنه فنيه اختارت ولا لجنه ثلاثيه؟ كان في سيفيهات كتير. تمام. طبعا معروضه بصينا فيها واتكلمنا، قعدنا مع المهندس احمد دردشنا في الاختيارات. تمام. وشفنا الانسب للمرحله اللي جايه. برضو حته ان انت جاي زي ما اتقال ان انت جاي تلغي وجاي لا، انا بشوف الانسب من وجهه نظر اللجنه المعينه لاداره الاتحاد الانسب لكل، يعني برضو تهاجمنا كتير جدا في حته الغاء الكره النسائيه وتهاجمنا اللاعبات نفسهن كتبنا عن القصه يعني، ومعرفش ايه مصدر المعلومه او ايه اللي جاب الكلام ده. وللاسف الشديد لما قعدنا التشكيل ما حدش قال ان احنا كنا غلطانين ولا ومش ده المهم، بس لكن انا بقول واضح ان دي زعلتك. لا انت يعني هتشوف من كده كتير. لا انا بقول لك اوعى تزعل. لا خالص، انا متفاهم جدا طبيعه العمل في الاتحاد زي ما قلت لك، لكن بقول احنا دايما بنشوف الانسب للمرحله اللي جايه. شفنا سيفيهات كتير، قعدنا مع بعض وشفنا الانسب واخترنا.
كنتوا اعلنتم والمهندس احمد مجاهد قالها لي انه هيبقى في خبيره في الكره النسائيه هتبقى مشرفه على الكره النسائيه، هل استقريتوا على اسم الخبيره الاجنبيه؟ احنا لسه على اتصال، يعني ممكن يعني في مرشحه من جنوب افريقيا هي المدربه بتاعت البانيانا بانيانا او الفريق يعني الكره النسائيه السيدات في جنوب افريقيا بالظبط، ديزيري اليس ده اسم من ضمن المقترحات، ونخاطب الفيفا الومنز ديفلوبمنت وومنز فوتبول في الفيفا، فيعني في يعني بدأنا مراسلات وبنكلم ناس، ويعني يعني ما لسه ما وصلناش للاسم الاخير، بس احنا شغالين بنكلم كل الناس. اسماء كبيره يعني ان شاء الله. هيبقى ايه دورها؟ هتعمل ايه في الكره النسائيه؟ هي في الاشراف على يعني على الفريق الاول والاعمار كلها وتدريب برضه، يعني احنا بنحاول نطور الكره النسائيه كامله. مش عارف مين ممكن يكون مسؤول عن القصه دي، بس هسال بشكل عام، هل هيتم الغاء عقد رعايه المنتخب الملابس؟ لا لا، حتى الان لا، ما ناقشتوش ده اصلا، لسه ما اتناقشتوش ولا او حتى بداتوا دراسه العقد؟ لا لا، انا كنت بقرا العقد بصفه يعني شخصيه، كان بحب اقعد اذاكر العقود وهذه الامور، لكن ما اتناقشناش لسه في القصه يعني. في اي احتماليه لان ده يحصل؟ حتى الان ما فيش، ما اتكلمناش في القصه، فمش عاوز اتكلم في حاجه، لكن لسه ما اتكلمناش في عنوان. كان كتب ان الكابتن حسام البدري طلب تنفيذ نسبة 10% الزيادة ورفض الطلب من جانب الاتحاد، هل تطرقتم للأمر ده في الاجتماع؟ تطرقنا، بس أنا حابب أنه الأمر عند المهندس أحمد. تمام. أنا عندنا المعلومة يعني، بس لكن مش فيها أنت بتعلن حاجات يعني، مش يعني مش هقعد أتكلم على الهواء قعد حضرتك كام يعني في حاجات ما يصحش يتقال كده، بس يعني احنا عندنا المعلومه، بس قعدنا مع كابتن حسام وفتحنا الموضوع والقصه كانت مفتوحه. ممتاز. لكن الموضوع بيدار من خلال المهندس احمد. ممتاز. قبل الختام لازم اسالكم عن طموحاتكم الشخصيه، اكيد طموحاتكم على مستوى الاتحاد معروفه ان انتوا تعلوا بالكره المصريه وتقدموا نتيجه ايجابيه الناس تبقى مبسوطه بيها في النهايه، لكن محمد الشواربي بتدرجه في المناصب ووصوله لمنصب في اتحاد الكره المصري، شايف نفسك فين انت في يوم من الايام، الحلم اللي انت بتحلمه؟ في مجال الرياضه والكره بالاخص، واعمل اقدر عليه من اجل الكره المصريه والافريقيه ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك وقدها بشهاده الكل اللي بيشتغل معاك. شكرا. احمد حسام عوض، والله يعني انا بحب زي ما قلت قبل كده، ببقى ماشي خطوه بخطوه. انا النهارده في مهمه، ربنا اداني فرصه ان انا اتعلم كتير قوي، ان انا يبقى معايا خبره كبيره زي ما انس احمد ومعايا محمد. يعني فكرة عايز اقول ان انا لما قريت السي في بتاعه برضو اتخضيت والله بجد، مش انا وقاعد يعني، حاجه محترمه جدا يعني ما شاء الله. عندي فرصه ان انا بتعلم، بذاكر، بجتهد، اخلص مهمتي واشوف الخطوه اللي بعدها ايه. لكن يهمني جدا ان احنا بعد انتهاء التجربه يكون في ناس شافت ان في كوادر ان شاء الله تقدر تعمل حاجه. ان تكون عضوا في مجلس اداره الاهلي ولا ان تكون عضوا في مجلس اداره الاتحاد؟ على حسب المجموعه اللي هتشتغل معاها وهتقدر تقدم ايه وتضيف ايه، لكن المكانين شرف لاي حد طبعا بدون نقاش يعني. بالتوفيق ليكم باذن الله. محمد الشواربي عضو اللجنه الثلاثيه، نورتني وانبسطت جدا بوجودك معايا. شكرا ليك. احمد حسام عوض عضو اللجنه الثلاثيه، نورتني وانبسطت جدا بوجودك معايا. انبسطنا جدا. شكرا جدا. شكرا ليكم وربنا يوفقكم. ونصيحه بس بقولها دايما، انه الانتقادات هتبقى موجوده كده كده عادي، ما تقلقش، فما تزعلوش منها. لكن اسمعوا دايما الغاءات لكن دايما التوضيحات بتكون مهمه عشان ما تتسابش الدنيا مفتوحه. بشكركم جدا، نورتوني. ربنا يوفقكم باذن الله. شكرا لحضراتكم، نورتونا النهارده زي ما بتنورونا كل يوم في الماتش. بكره باذن الله حلقه جديده الساعه 11 على شاشه صدى البلد. تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت. الى اللقاء.